ندخل على آخر جزئية في البكتيريا اللي هي الأميولوجي أو علم المناعة. شنو هو علم المناعة؟ عبارة عن شنو؟ علم المناعة أو الأميولوجي عبارة عن study host أو شنو هي الآلية أو آليات الديفانس للهوست، يعني شنو هي آليات الدفاع أو دراسة آليات الدفاع للديفانس أو للمضيف، يعني الآلية الدفاعية اللي يتميز بها الجسم ضد الكائنات الحية الممرضة. كيف أنا نحاول أني نعرف شن هي الآليات اللي يتميز بها الكائن الحي أو الجسم ضد الكائنات الحية الممرضة؟ علم المناعة أو الأميولوجي هو فرع من فروع العلوم الطبية، فرع من فروع العلوم الطبية. العلم هدايا يغطي دراسة جميع جوانب النظام المناعي، يغطي في جميع الكائنات الحية، في جميع الكائنات الحية. هذا بالنسبة للتعريف الأميولوجي، يعني يدرس الهوست أو آليات الهوست اللي بيقوم بها الجهاز طبعا المناعي. هذا طبعا مهم العلم هذا. الاميونيتي طبعا علم المناعة يختلف عن الاميونيتي المناعة. المناعة شنو هي المناعة؟ المناعة شنو هي؟ هي عبارة عن قدرة المضيف على حماية نفسه من الكائنات، على حماية انه يحمي نفسه من الكائنات الحية الغريبة الفورم، او نقدر نقول مقاومة الممرض اللي يتم اكتسابه او وراثته، مقاومة الممرض. كذلك ممكن نقول ان الجهاز هذا المناعي يتكون من انسجة، خلايا، جزيئات يستجيب للاستجابة المناعية، نقدر نعرف ان المناعة هذه هي قدرة الجسم للتعرف على الميكروبات والأجسام الغريبة والقضاء عليها وليقضي عليها. يعني الجهاز او الجسم المناعي او جهاز المناعة بحد ذاتها، يعني كيف الجسم البشري هدايا او الجسم في حد ذاته كيف يتعرف على الميكروب وبعدين يقوم بالدفاع ضد الميكروب هدايا. عندي تعريفات ضرورية وتعريفات مهمة، اللي هي الاميوني سيستم اللي هو الجهاز المناعي، الخلايا والأنسجة والجزيئات اللي تعمل على مقاومة العدوى، كذلك الاميولوجي اللي هو علم المناعة، دراسة ندرس تركيب ووظيفة الجهاز المناعي، شنو هو الجهاز المناعي، منش يتركب المناعة. الاميونيتي بروحها عبارة عن مقاومة، ريزيستنس، مقاومة لمسببات الأمراض وبالتالي تأثيراتها السامة. نجي لدور الرول الخاص بالجهاز المناعي. شنو يدير الجهاز المناعي؟ وظيفة الجهاز المناعي هذه عبارة عن شنو وظيفة الجهاز المناعي؟ الجهاز المناعي هذا يبي يدير ديفانس ضد الميكروب، يعني بيدافع ضد الميكروب. أيضا الدفاع ضد نمو الخلايا السرطانية المتسرطة على التمر، يعني بيحاول إن هو يكون جهاز دفاعي ضد أي نوع من أنواع الخلايا المتسرطنة أو اللي بتتسرطن. كذلك كيلز يقتل الخلايا أو النموات السرطانية، بيقتل النموات السرطانية. أيضا الجهاز هذا شنو يعمل؟ يعمل على الهوميوستاسيس أو على التوازن، يعمل على التوازن أو الهوميوستاسيس. أيضا عندي الجهاز هذا تدمير الديستركشن اللي هو تدمير الخلايا غير النورمال ابنورمال، الخلايا اللي ما هيش طبيعية او الخلايا الميتة. الجهاز هذايا الدفاعي او المناعي يحاول انه يدمر الاشياء الغير الحية. انا لما بنقولك انا اعطيني دور الاميونيتي سيستم، اعطيني نقطتين من النقاط الاربعة دي، احاول تحفظ نقطتين من النقاط الاربعة فقط، نقطتين فقط، حتى كان نجد في الام سي كيو بتجي نقطتين فقط، يعني نقطتين من الاربع نقاط. الجهاز المناعي بيعمل ضد البكتيريا، بيعمل ضد الطفيليات، بيعمل ضد الفطريات، بيعمل ضد الفيروسات، بيعمل ضد الكائنات الحية الدقيقة. الجهاز المناعي هذا لما بنجي نلاحظ انه يتكون، بيتكون من الاجهزة، بيتكون من الخلايا، بيتكون من الجزيئات. هذا الجهاز المناعي. نجي لي اول حاجه، نجي لي السيستم الخاص بالاورجن او بالاعضاء، شن هي او الاجهزه، شن هي الاجهزه اللي ممكن الجهاز المناعي
يتكون منها؟ يتكون من التونزيلس اللي هو الزوائد اللوزتين، يتكون من ايضا من التايمز اللي هي الغدة الزعترية، يتكون من التايمز اللي هي الغدة الزعترية، يتكون من الخلايا الليمفاوية او الغدد الليمفاوية، يتكون من السبلين او معرض الطحال، يتكون ايضا من الابندكس اللي هي الزائدة الدودية، يتكون من الاوعية الليمفاوية، يتكون من البون مورو. هذا كلها مكونات وكلها مكونات الأجهزة الخاصة بالإميوني سيستم. الوظيفة للإميوني سيستم، الوظيفة عبارة عن حماية. الجهاز هذا المناعي عبارة عن حماية لمنه؟ الحماية يحمي ويدافع عن الجسم من أي شيء غريب، من أي جسم غريب أو من أي مسبب غريب. يعني الوظيفة حماية الجسم، وظيفة الجهاز الميونيتي. ما فيش أعضاء تقدرش تقول في أعضاء رئيسية، مثلا جهاز معين في أعضاء رئيسية، لكن في بعض الأعضاء هي تساعد في عملية الحماية. بالنسبة للخلايا، الخلايا عندك الخلايا الليمفاوية، الخلايا سواء كانت التائية ولا البائية، وكذلك الخلايا البلازمية، أيضا الخلايا القاتلة، الخلايا الليمفاوية القاتلة والخلايا الليمفاوية القاتلة الطبيعية، وأيضا عندك الماكرو اللي هي البلاعم، هذه بالنسبة للخلايا. ما ننساش الخلايا، نحاول نفهم الخلايا، هذا بالنسبة للخلايا، هذا جزء الخلايا في الجهاز المناعي. نجي للجزئية الأخرى اللي هي الأجسام المولوكيولوس، اللي هي الأجسام المضادة والأنترفيرون، في عندي نوعين من الإميونيتي. شن هم النوعين بتاع الإميونيتي هذه؟ عندي فيه الإميونيتي الإنيت هذه النون أدابتف، وعندي هذه طبعا الفيرست لاين الإميونيتي ريسبونس، هذا الخط الدفاعي الأول للجهاز المناعي. ايضا عندي الخط الدفاعي الاول، هذا طبعا يعتمد على اليات موجوده في قبل العدوى. وعندي كذلك الجزئيه هذه والخط الدفاعي هذايا، عند اليات معينه قبل الاصابه، يعملها قبل الاصابه. وعندك النوع الثاني من المناعه اللي هو الاكواير، الادابتف الاكواير، يعني المناعه المكتسبه، هذا الخط الدفاعي الثاني، عنده طبعا اليات عند الخط الدفاعي الثاني هذايا، عنده اليات في حال فشل الجهاز الدفاعي الاول يبدا عمل الجهاز الدفاعي الثاني. هذا يعتمد طبعا على اليات اللي تتكيف فيها بعد العدوى. يتم طبعا التعامل هنا مع عن طريق الخلايا سواء كانت البائية او التائية. نجي نحاول واحدة بنشوف النيت هذه كيف. هذه النيت اميونيتي هذه عبارة عن استجابة سريعة في خلال دقائق تستجيب الخلايا لمجموعة من مسببات الأمراض. طبعا ما عندهاش ذاكرة، الإنيت هذه ما عندهاش ذاكرة، هذه توجد في الشخص منذ في جميع الأفراد حكم منذ الولادة، توجد في جميع الأفراد منذ الولادة. شن هي الطبيعية الإنيت الطبيعية؟ هذه عبارة عن حواجز طبيعية، حواجز كيميائية كيميكال بيرلس، وعندك حواجز ميكانيكية. بالنسبة للحواجز الطبيعية، ديما نركز عليها الحواجز الطبيعية. عندي الحواجز الطبيعية هذه خطف الطباعة، هذا هو الحاجز الفيزيكال، الحاجز الطبيعي. هذه حواجز طبيعية اللي هي البلاسنتا والكلستومس. الحواجز الفيزيائية اللي هي السكن والهير والإير، والحواجز الكيميائية اللي هي عبارة عن مادة عندها طعم، يعني زي اليورين، زي العرق السويت، زي الأكزايلا، زي الدموع، هذه كلها عبارة عن حواجز كيميائية. حاول نركز ونفرق بين الحواجز الكيميائية والحواجز الفيزيائية. الحواجز الطبيعية عندك اثنين بس اللي هم البلاسنتا والكلستومس. بالنسبة للحواجز الميكانيكية،
الحواجز الميكانيكية تختلف، الحواجز الميكانيكية تختلف عن الحواجز الأخرى، سواء كانت الميكانيكية تختلف. أنا بنحاول كيف نصنفها لك باش أنت تفرق، تقدر تفرق بيناتهم. يبقى عندي الكيميائية خليها لي على المواد السائلة، سواء كانت العرق، البول، الإكزايلة أو الدموع. أيضا الحواجز الميكانيكية عندك السكن، عندك السكن، عندك المواد المفرزة في داخلها، عندك المواد المفرزة في داخلها. لاحظ معي أيضا الشعر اللي موجود في داخل الأذن، الشعر الموجود في داخل الهير، الميوكوس سكريشن يعني الإفرازات المخاطية اللي موجودة في داخل الجسم، في بعض الحنحاء زي الأذن، زي الأذن وزي العين، زي الأذن وزي العين. الماكرو اللي هي البلاعم، شنو هي الماكروفاج؟ البلاعم هذه عبارة عن نوع من أنواع كرات الدم، نوع من أنواع كرات الدم البيضاء. طب تعمل على تلتهب الفاجو، هذه تعمل على التهام أنواع من البكتيريا زي الإشيريشيا كولاي، زي الكانديدا، زي الفيروس. يبقى عندك الماكروفاج هذه ما ننساهاش، أي نوع من أنواع الكرات ما ننساهاش، أي نوع من أنواع كرات الدم، كرات الدم البيضاء، كرات الدم البيضاء ما ننساهاش، كرات الدم مش الحمراء، كرات الدم البيضاء. لاحظ جسم الإنسان لما مجرد هي ما تخزى نوع من أنواع الأشواك والسل، يدخل معه نوع من الجراثيم، تحاول الخلايا البلاعم من هذه تسيطر على المنطقة اللي دخلت عن طريقها البكتيريا اللي هي عن طريق الأشواك، وتحاول إن هي تقضي عليها. الناتشورال كيلر اللي هي الخلايا القاتلة، الخلايا القاتلة أو الخلايا الفتاكة تعمل على مهاجمة الخلايا المصابة بالفيروس أو الخلايا السرطانية، الخلايا المصابة بالفيروس أو الخلايا السرطانية. بالنسبة للأنترفيرون، هذه الأنترفيرون هدايا عبارة عن حماية الأنسجة والخلايا السليمة من الإصابة، يحمي الأنسجة والخلايا السليمة من الإصابة، وعبارة عن مواد قاتلة تفرزها الخلايا اللي أصيبت بالفيروس لمهاجمة بقية الفيروسات أو حمايتها من الفيروسات أو حتى تحميها من الفيروسات. نجي للعوامل اللي بتأثر على المناعة الطبيعية، العوامل اللي بتأثر على المناعة، العوامل اللي بتأثر على المناعة، شن هي العوامل اللي بتأثر على المناعة؟ نحاول العوامل اللي بتأثر على المناعة، العوامل هذه اللي بتأثر على المناعة، مجموعة عوامل بتأثر على المناعة، نحاول إننا نركز عليها المناعة هذه أو العوامل هذه، نحاول كيف نركز عليها، اللي هو عندك اختلاف الجنس، العامل الوراثي، اختلاف الجنس يختلف، العوامل الوراثية تختلف، الميونيتي عند الرجل يختلف عنها عند المرأة، كذلك العامل الوراثي، عندك أيضا العمر، كل ما زاد العمر كل ما قلت المناعة عند الشخص أو عند البشر. أيضا المادة الغذائية، الوضع الغذائي، الوضع الغذائي كل ما تحسن الوضع الغذائي وكانت فيه فيتامينات وكانت فيه خضروات كل ما ارتفع الجهاز المناعي في الشغل بتاعها. أيضا عندك التعرض للإشعاع الريديبيشن، وكذلك تعرض الإشعاع، أيضا كذلك استخدام بعض المواد وبعض الأدوية، بعض الأدوية هذه هي اللي تساهم بعض الأدوية أن تسقط الجهاز أو آلية العمل الجهاز هذايا، أو تساهم أو تسبب في إضعافها، تسبب في إضعافها. نجي لي الأدابتف أو المناعة، الخط الدفاعي الثاني، المناعة الدفاعية الثانية، الخط الدفاعي الثاني، الخط الدفاعي الثاني هذا عنده آليات معينة، طبعا يستجيب ببطء على مدى أيام قليلة، التعرض المتكرر يؤدي إلى استجابة أسرع وأقوى، استجابة أسرع وأقوى. الأدابتف الميكانيكية اللي يشتغل بها الجهاز هذايا، عندك الأدابتف اللي هو الجهاز المناعي يعمل على القضاء على الميكروبات اللي تعيش داخل الخلايا، يقضي على الميكروبات اللي تعيش داخل الخلايا، يقضي أيضا حتى على الميكروبات اللي خارج خلوية، يقضي حتى على الميكروبات اللي خارج خلوية. كذلك عندي بالنسبة للأدابتف هذايا أو الآليات الدفاعية للجهاز هذايا، الدفاعات بالنسبة للخلايا الليمفاوية تنتج أو تساهم في إنتاج بعض الأجسام المضادة. الخلايا طبعا التائية هذه بتهاجم الخلايا السرطانية، بتهاجم الخلايا السرطانية. الخلايا التائية هذه تنشط الخلايا البالعة، تنشط الخلايا البالعة اللي هي الفاجو باش تقتل الميكروبات. كذلك الخلايا التائية تعمل على تدمير تعمل على كذلك تعمل على تدمير الخلايا المصابة التي تحتوي على ميكروبات، تحتوي على ميكروبات. الخلايا هذه
غالبا الخلايا هذه تعتبر او تعرف بالخلايا القاتله الطبيعيه. الخلايا هذه تتعرف الخلايا التائية والتي تسمى أيضا الخلايا القاتلة الطبيعية على الخلايا البشرية المصابة والخلايا المتسرطنة، وثم تهاجم الخلايا التائية هذه الخلايا المصابة وتقتلها وتعمل على البحث عن المزيد حتى تحاول إن هي تقتله وتحاول إن هي تقضي عليه. نجي بالنسبة لي الأنتيبوديز أو الأميونولوجي. الأميونولوجي هدايا أو الأنتيبودي عبارة عن بروتين يصنعه الجسم، بروتين أو الأجسام المضادة، بروتين يصنعها الجسم باش تدير دستوري لمسببات الأمراض، تعمل على تدمير مسببات الأمراض، تعمل على تدمير مسببات الأمراض. الجسم هدايا البروتيني هدايا والينجا الجسم هدايا من الخلايا الليمفاوية اللي هي الخلايا البيضاء. الخلايا البيضاء تنتج عن طريق الخلايا البيضاء تنتج عن طريق الخلايا البيضاء. الشكل متاعها عبارة عن شكل حرف U وحرف Y. هذه عبارة عن شكل حرف Y يتكون من سلسلتين. حرف Y يتكون من سلسلتين، سلسلة ثقيلة وسلسلة ضوئية. يتكون من سلسلة ضوئية وكذلك سلسلة ضوئية وسلسلة ثقيلة، نوعين. معناها الأميونولوجي هذايا أو الأنتيبودي عبارة عن أمينوغلوبين G، أمينوغلوبين M A D E. يبقى عندك G M A D E لازم تكون مقرونة بالI J الأمينوغلوبين هذا. الأمينوغلوبين أنواع عندك، بالنسبة لي الأنواع عادية عندك زي الأمينوغلوبين G هذا 70 إلى 75%، طبعا من 70 إلى 75% من يعتبر من إجمالي الجلوبين المناعي. يفرز طبعا بكميات عالية، يفرز بكميات عالية، هذا طبعا يعبر المشيمة. أعطيني هذه بس يعبر المشيمة، الجلوبين هذا يعبر المشيمة، الجي هذا يعبر المشيمة، يبطل طبعا مفعول الميكروبات والسموم، يبطل مفعول الميكروبات والسموم، يعمل على حماية الوليد، يعمل على حماية الوليد. هذا بالنسبة للأمينوغلوبين. هذه طبعا الأجسام المضادة مهمة للغاية، هي تحفز البالعات، الأجسام هذه تمررها من خلال الخلايا الأم للطفل إلى الرضيع. هذا ما تعطيني، أعطيني بالنسبة للأنتيبوديز هدايا والأمينوغلوبين جي هدايا قول يعبر من خلال البلاسنتا، يحمي الوليد. طبعا هذا الشكل متاعه لازم نميز الشكل متاعه. بالنسبه لي الأمينوغلوبين ام يعتبر اكبر الانواع. الأمينوغلوبين هدايا طبعا يفرز في البدايه في الخلايا العدوى الاوليه، هذا ما يقدرش يعبر البلاسنتا، او المشيمه، يستخدم كعلامه للاصابه، جي هذا يستخدم كعلامة للإصابة. هذا يعتبر أكبر أنتيبوديز، هي جزئية، هذه يعتبر أكبر أنتيبوديز. هذا اللي نمشي معاهم أنا، هما يعتبر أكبر أنتيبوديز، أكبر الأجسام المضادة، يساعد في تنشيط الخلايا البائية، يستخدم للكشف في عن المراحل المبكرة من العدوى. هذا طبعا الشكل بتاعه يعتبر طبعا أكبرها. الأمينوغلوبين A هذا يبطل نيترولايزس مفعول الميكروبات والسموم، يبطل أي مفعول الميكروبات والسموم، يستخدم في تشخيص في التوبركولوسس، يستخدم في التشخيص مرض السل، يحمي الجسم ضد مشاكل المعدة والأمعاء والجهاز التنفسي. طبعا هذا شائع في الحليب والسلايفة، شائع وجوده في الحليب والسلايفة. هذا الشكل بتاعه لاحظ ان شكله مميز. نجي لي دي الأمينوغلوبين دي، هذا الأمينوغلوبين دي يشبه الأمينوغلوبين الأمينوغلوبين جي. هذا بالنسبة للأمينوغلوبين. الأمينوغلوبين دي هدايا الدور متاعها، الأمينوغلوبين دي جسم ينشط البي سيل بعد التفاعل مع المستضد. طبعا الدور متاعها غير واضح، دوره غير unclear، غير واضح.
الأمينوغلوبين إي، الأمينوغلوبين إي، الأمينوغلوبين هذا له دور في مناعة الديدان المتطفلة، يستخدم في الدايجنوسيس، يستخدم في له دور في المناعة، له دور في المناعة خاصة في الديدان، يستخدم في الدايجنوسيس. الدايجنوسيس لمن؟ للأسبرغالوسيس، للأسبرغالوسيس وبعض الأمراض الطفيلية، بعض الأمراض الطفيلية يوجد طبعا في سكن، يوجد في سكن. هذه طبعا لاحظ معي هذو ثلاثة مع بعضهم الجي والدي والإي، والإي شكلها بروحه، وأكبرهم الإم، أكبرهم الإم. لاحظ معي الأنتي بودز أو الأمينوغلوبين كيف تهاجم فيه الفيروسات، كيف تهاجم فيه أو كيف الأمينوغلوبين كيف تهاجم الفيروسات وتحاول أنها تقضي عليه. نجي لأسباب الفلل أو أسباب الفشل، الاستجابة المناعية، الاستجابة المناعية أسباب الفشل بتاعها. طبعا الاستجابة المناعية هذه تساعد، الاستجابة المناعية تساعد الأفراد على الدفاع ضد الميكروبات، الاستجابة المناعية تساعد الأفراد ضد الدفاع ضد الميكروبات وبعض أنواع الكانسر. كذلك الاستجابة المناعية يمكن أن تفشل في حالة نقص الأمينو فيشنسي، الأمينو فيشنسي في حالة نقص المناعة، في حالة الأمينو فيشنسي، في حالة نقص الأمينو فيشنسي أي حالة نقص المناعة، في حالة نقص المناعة يتم 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 تحدث فيه مشاكل. الديفيشنسي في نقص المناعة، الديفيشنسي هذا في نقص المناعة نلاحظ فقدان أو عدم كفاية الوظائف المختلفة لمكونات الجهاز طبعا المناعي، لمكونات الجهاز المناعي الميوليتي سيستم. نستطيع أن احنا يمكن أو يحدث نقص في أي جزء في حالة الجهاز المناعي، في الخلايا الملتهبة، في الليمفاوية، في الليمفاوية البائية، في الليمفاوية التائية، في القاتلة، في الناتشورال. الضعف هذايا يؤدي إلى ضعف في وظيفة الجهاز المناعي، وبالتالي يؤدي إلى ريسك كبير عند الإصابة نتيجة مشاكل في نقص المناعة، نتيجة مشاكل في نقص المناعة. نقص المناعة الطبيعية تؤدي إلى تشوهات، تؤدي إلى مشاكل، تشوهات وراثية. العيب في نضج الليمفاويات. نقص المناعة المكتسبة تحدث نتيجة النقص تحدث التهابات، يحدث إيدز، يحدث سرطان دم مزمن الكرونيك، يحدث سرطان الدم المزمن. كيف ممكن الإنسان هذا كيف احنا ممكن نحاولوا ان احنا نحسنوا الجهاز المناعي؟ يعني الإنسان يمنع التدخين، يتناول الخضروات بالأشكال بتاعها، يحافظ على الصحة، ياخذ قسط من النوم، ياخذ إجراءات الوقاية، يحاول يغسل يديه، يحاول انه يطهي اللحوم كويس. هذه كلها تعتبر إجراءات دفاعية. طبعا هذه المعلومات هذه كلها للعلم بس، لكن حاولين نختصر في القراءة على جزئية اللي نعلمت عليها لك بالأحمر. شن هي ممكن أيضا حتى الإنسان لما الإنسان بيزيد مناعته يحاول في بعض المغذيات، مثلا يتحصل على أشعة الشمس، يتناول مثلا أنواع من أنواع المغذيات زي الثوم. الفيتامينات حتى هي تساعد في رفع الجهاز المناعي، في رفع الجهاز المناعي. الفيتامين مثلا سي هذا يعزز الجهاز المناعي. النقص متاعه يجعلك أكثر إصابة بالأمراض. الأطعمة الغنية بالفيتامين سي زي البرتقال، زي الفراولة، زي الفلفل، هذه كلها تعتبر غنية بالفيتامين سي. شن هي المناعة؟ مقاومة المرض، مقاومة مرض بسبب كائن حي ولا مادة مقاومة. شن هي المناعة هذه؟ المناعة هذه ممكن أن نعرفها هي عبارة عن شنو؟ المناعة هي عبارة عن شنو؟ ممكن الإنسان أنه يقاوم المرض، مقاومة المرض. زي ما عرفنا أن المرض هذا بيقاومة يحاول أنه هو يقاوم المسبب. كيف بيقاوم المسبب؟ أنه هو يحاول بالأشياء هي اللي أمامنا هذه، يحاول أنها هي تزيد الجهاز المناعي أو يرفع الجهاز المناعي. الجهاز المناعي هدايا، الجهاز المناعي
عندما الانسان هذا ابسط تعريف مثلا في الجهاز المناعي او شنو هي المناعه او شنو هي الاميونيتي، لما الاجسام نتاع الانسان صادفه مسببات امراض، تخلق خلايا الدم البيضاء في اجسامنا مسببات الامراض، بعد الاصابه الاولى يتذكر الجسم كيف صنع الاجسام المضاده هذه، يمكن ان يصنعها مره ثانيه بسهوله اذا تمت مواجهه نفس الممرض مره ثانيه. لما بيصاب الناس بالجدري مره واحده فقط لانهم يصبحون محصنين ضد فيروس جدري الماء، لما يصاب مرة يصبح محصن ضد أمراض أخرى، الجهاز المناعي طبعا يتكون، الإميونيتي سيستم هذا يتكون الجهاز المناعي يتكون من منين؟ يتكون من شبكة من الخلايا زي ما قلنا في اللي فات، من أنسجة، من خلايا، من أعضاء، من تعمل كلها مع بعضها وتؤدي وظيفة معينة من خلال الوظيفة هذه، تحافظ على الجسم تعطيه الوظيفة الحيوية المناسبة ليه. طبعا المناعة الطبيعية هذه شيء موجود في داخل الجسم، المناعة المكتسبة يتم استجابة للتعرض لمادة غريبة ضد نوع من المستضد. المناعة الفطرية تورث بشكل عام من الآباء وتنتقل إلى النسل الجديد. ممكن أنا ندير بعض المراحل، ضع بعض المراحل بالترتيب، حاولي إن هي بعض المراحل ما هيش تبدأ مظبوطة، هذا عبارة عن تمرين، المراحل هذه مش مظبوطة، نحاول إن هي نرتبها. لما نبي نرتبها، الممرض هو الأول، بعد الممرض، بعدين بيعطيك المسببات المرضية، وبعدين إلى أن نصل إلى آخر حاجة، إلى أن نصل إلى الجهاز المناعي، ثم نصل إلى الشخص. العالم إدوارد جينر هذا طبعا رائد في علم الفاكسينيشن أو الفاكسين اللي هو في اللقاح في علم المناعة. العالم هذا اكتشف التطعيم ضد جدري البشري وضد جدري الأبقار، هذا طبعا بالإضافة إلى العالم روبرت كوخ، العالم لويس باستر، هذا كلهم عندهم باع طويل في هذا المجال. اجتاح مرض الجدري في أوروبا وقضى على ما يقرب حوالي 60 مليون شخص حتى الفترة اللي ظهر فيها الطبيب إدوارد جينر. هذا طبعا يعتبر مكتشف من بالإضافة إلى العلماء الآخرين لعلاج مرض الجدري. العالم إدوارد جينر هذا قام بملاحظة الأنسة سارة نيمس. الأنسة سارة اللي كانت تشتغل حلابة أبقار أصيبت بالجدري سابقا، وطبعا وجدت محصنة ضد الجدري. لما زارتها شافها لها محصنة ضد الجدري، كانت قد أصيبت بجدري الأبقار، يعني ما صابهاش السمول بوكس، اللي صابها الكاو بوكس. استنتج أن فيه مواد في الجلد المصابة هذه هي اللي سببت المناعة أو رفعت المناعة عندها، يعني في شيء صار عندها باش رفعت المناعة. كان في قارن في بداية شبابه كان اشتغل طبعا بالجراحة، طبعا الفتاة هذه لما سألتها على المرض هدايا، المرض تذكر الفترة كان متفشي، استغرب منها ما أصيبتش به بالسمول بوكس، لكن في النهاية أخبرت أن هي أصيبت بالكاو بوكس، يعني أخذت مناعة من هنا جاء الفاكسين أو الإميونيتي بالنسبة للجهاز هدايا أو بالنسبة للقاح هدايا. طبعا هدايا العالم هدايا شندار تخير صبي في الثامنة من عمري، وهو طبعا ابنه باش بيدير عليه تجربة وطعمه بجدري الأبقار، يعني جدري البقر، صاب ابنه بجدري البقر هدايا وحصل على طبعا المادة هذه من العاملات نتاع الأبقار، أحقن بها طبعا الصبي، أصيب طبعا بها الصبي. بدأ طبعا في الأول مرة في المدة الأولى عادي، بعدين أصبح متوعك، بعدين في اليوم التاسع بدأ يعني يتعب ويفقد الشهية بتاعه، شعر بصداع، تعب بعد تعرضه طبعا للجدري البقر. قام طبعا بحقنه بجدري البشر، بعد ما تعرض لجدري البقر وحقنه بجدري البقر، حقنه بجدري البشر لم تؤثر فيه، فقدت الإصابة السابقة أهميتها. جدري البقر كان له مفعول غير عادي في جدري البشر. استطاع العالم جينر أنه يصل لعلاج التطعيم ضد جدري البشر، وبعد ذلك
وذلك بالتلقيح عن طريق جدري الأبقار، والذي يشبه جدري الإنسان ولكنه ليس خطير مثله. والجدير بذكر أن الصبي محل تجربة لم يكن إلا ابنه جيمس فيبس، الابن الوحيد للعالم إدوارد جينر. أهمية محاولة الطبيب جينس هذه في المحاولة الأولى للسيطرة على الأمراض هذه بواسطة اللقاح هذايا، هذا دار أثر كبير أو أعطى أثر كبير، أنه هو ضحى بابنه في سبيل اكتشاف العلاج، يعني أنقذ الملايين من الموت المحقق على يد هذا المرض اللعين. العالم هذا يجن حاز الدكتوراه الفخرية في الطب من جامعة أكسفورد، بعد بعشر سنوات توفي عن عمر يناهز 70 عام، تارك لنا باب غير عادي جدا في علم المناعة والطب نسير عليه إلى اليوم هذايا. أيضا عند من العالم من العلماء أيضا عندك العالم سيدنهام. العالم سيدنهام هذا شن دار العالم هدايا؟ شن دار العالم هذا سيدنهام هذا؟ طبعا احنا قلنا لما تكلمنا عن الفاكسين هذا بشكل عام، الفاكسين هذا لما تكلمنا عنه هذا الفاكسين هذا عبارة عن شنو؟ عبارة عن ان الفرد يتعرض لميكروب ممرض محدد، ميكروب محدد ممرض يزيد من المناعة متاعه بشكل مصطنع، يزيد من المناعة متاعه، يعني حقا الميكروب ما يسببش، لما تبي تحقن الميكروب ما يسببش ديزيز او ما يسببش المرض، ما يسببش ديزيز او ما يسببش المرض، ويصبح يصبح 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 يمكن ان يصبح عندك مناعه ضد المرض من خلال التطعيم. هو هذا الفاكسين اللي هو اللقاح او التطعيم اللي احنا نعرفوه بالتطعيم. تلعب برامج طبعا التحسين وتطوير اللقاحات، برامج تعتبر او لها دور كبير في حمايه، طبعا في حمايه الافراد وحمايه منين من المرض بشكل عام. والتحسين والتطعيم كنا عارفين شن هو التحسين وشن هو التطعيم واهميته، طبعا اهميته عند اهميه غير عاديه بالنسبه للتطعيم، له دور ايضا في حمايه الافراد، له دور في حمايه الافراد من الامراض المختلفه. التلقيح او اللقاح منين يتم تصنيعه؟ منين يتم صناعة اللقاح هذايا؟ منين يتم صناعة؟ الكائنات الحية الدقيقة، طبعا الدقيقة تتم معالجتها حتى يتم إضعافها، تصبح ضعيفة وغير قادر على أنها تسبب المرض، مع أنها قادر تسبب المرض زي مرض الحصبة، مرض السل، مرض الجمرة الخبيثة، الحمى الصفراء، الإيدز، كلها يعني تصبح الميكروب ما عادش يقدر يسبب لك أنت المرض، ما عادش يسببه. اللقاح اللي مستخدم، طبعا اللقاح اللي يتم استخدامه عبارة عن ميكروبات، اللقاح اللي بيتم استخدامه عبارة عن ميكروبات يتم إضعافها، اللقاح اللي بيتم استخدامه عبارة عن ميكروبات بيتم إضعافها، يعني الميكروب يصبح ضعيف، الميكروب اللي بيستخدم يصبح ضعيف وميت، لقاح الميكروبات الميتة، لقاح الميكروبات الميتة اللي زي الجدري زي شلل الأطفال زي الحصبة زي اللي هي الميزلس التايفوس كلها. عندك أيضا من اللقاحات، عندك السم المعطل، هذا يشتغل ضد مع السم المعطل، ديسبولت مع الدفتيريا مع التيتونوس، هذا بالنسبة للسموم. التحصين بشكل عام عن طريق الفم، يعني انت لما بيعطيك لقاح بيعطيك الفاكسينيشن بيعطيك ميول بيعطيك عن طريق الفم، هو هذه طبعا الطريقة المفضلة في اللقاحات بالنسبة لشلل الأطفال والسلمونيلا التايفية. كذلك يجب أن يكون هناك وعي متزايد عن طريق التحصين، هذا قد يكون هو الأفضل لمعظم التطعيمات، لأن جميع العوامل المعدية تدخل عبر الأسطح، طبعا المخاطية تدخل عبر الأسطح المخاطية. نظرية العالم إدوارد جينر في 76 قام بإدخال صديد مأخوذ من السيدة سارة، وهي طبعا خادمة ألبان، في قطعة مصنوعة من في ذراع، طبعا قطعة مصنوعة في ذراع صبي يدعى جيمس، هذا طبعا زي ما قلنا احنا جيمس فيبس اللي هو ولد العالم هذا نفسه. طبعا بعد عدة أيام تعرض الصبي هذا للجدري، وجد أنه محصن، أطلق عليه الأسلوب الجديد هذايا على اللقاح الجديد بالتطعيم، يعني الكلمة اللاتينية للبقر اللقاح، الكلمة اللاتينية للبقر اللقاح. من الأمثلة على اللقاح هذايا عندك سمول بوكس،
سمول بوكس. هذا سمول بوكس ابتكره العالم جينر في أول لقاح ضد المرض بحلول العام 79، تم القضاء على جذره بالكامل بسبب نجاح التطعيم العالمي، بسبب نجاح التطعيم العالمي. السمول بوكس هدايا هو عانى طبعا هذا الطفل من مرض يسمى الجذري، وهو فيروس يسبب ظهور تقرحات مؤلمة مليئة بالسوائل في جميع أنحاء الجسم، في جميع طبعا أنحاء الجسم. من 30 إلى 35% يموتوا طبعا من الأشخاص اللي يصابوا بالجذري. في القرن الثامن عشر قتل الجذري في أوروبا حوالي قريب 400,000 شخص، قريب 400,000 شخص، حوالي قريب في 400,000 شخص. غالبا ما كان الناجون يعانون من ندوب مروعة، يعني الجسم يصبح الجسم سيء جدا. عدد قليل من الحالات طبعا أصيبوا بالعمى نتيجة إصابتهم بهذا المرض، باش تعرف أن هذا المرض شرس جدا. هذا طبعا العالم إدوارد جينر، العالم إدوارد جينر ليه باع طويل في هذا المجال، ليه باع طويل في هذا المجال. كيف احنا ممكن نعرف ان اللقاحات هذه آمنة؟ جميع الأدوية بما في ذلك اللقاحات يمكن ان يكون لها اثار جانبية، لذلك علينا ان نوازن بين خطر اخذ اللقاح وخطر اخذ الإصابة بالمرض. العلماء يختبر العلماء لقاحات جديدة على الحيوانات للتأكد من انها آمنة للبشر. الآثار طبعا الجانبية إن وجدت نادرة وعادة ما تكون بسيطة، ولكن مثل أي دواء هناك خطر من الحساسية الشديدة. في ناس طبعا تتحسس من اللقاحات. التعامل مع المريض، التعامل مع المريض عن طريق إعطاء بعض الأدوية زي المضادات الحيوية اللي تهاجم البكتيريا تدمرها. هذه في هلبة ناس لما كثرت من استخدام المضادات الحيوية جاء بالعكس لاستخدام المضادات الحيوية، وفي هلبة ناس يعني نتيجة الأمراض هذه ماتت من بعض الأشياء من ضمنها الأمراض البكتيريا، أمراض البكتيريا. بالتالي تو الجزئية هي اللي تو حكيت عليها الأخيرة، الجزئية الأخيرة هذه أغلبيتها كلها للعلم، باش تعرف أنت المسار العلمي هضايا كيف تم المسار العلمي. أنا أكثر حاجة نبيك تركز لي عليها الجزئيات اللي أعطيتك أنا عليها خطوط، هذه واضحة الخطوط الحمراء هذه الواضحة، مدبية نتركز لي على الجزئيات هذه.